يا ريت يا اخويا كلمه، فلوسهم حلوه. بتسالوني ليه عن 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 اعمال غيري؟ بحب البرامج كلها وبحب الناس كلها، والناس جميله والدنيا لطيفه. يا جماعه جو الشتاء لا انا مش مبسوط بالجو الشتاء دي، مش مبسوط خالص بالشتاء. انت مش ما بتحبش الشتاء خالص؟ بحبه بس بعد ما خسيت بقيت ببرد قوي يا جدع. بس الاوتفيت برضه انت محافظ عليه ازاي وحارم نفسك منه؟ الاوتفيت انا محافظ عليه ازاي؟ بحطه في الشماعه وبوديه دراي كلين. لا سوري مش اللبس، سوري انا بتكلم عن الفيتنس. يعني الحمد لله مظبط اكلي جدا وبعمل رياضتي المعتاده. انا رياضي من بدايتي يعني، وانا بحب الرياضه، فالاثنين مع بعض عاملين الشيب الحلو ده الحمد لله. والبرد برضو بيخلي الواحد ياكل في نفسه كده. حارم نفسك من ايه يعني؟ الاكل اللي بتشوفه كان نفسي كل الاكل باكله، ما عنديش حاجه محروم منها الحمد لله. كل حاجه باكلها بس كميات قليله، ما باكلش كميات، ما بدبش يعني زي زمان. طب يعني تنصح الناس بقى عشان يبقوا زي ياكلوا وجبات كتير؟ ياكلوا هم عايزينه وجبات كتيره، مثلا من 5 لـ 6 وجبات في اليوم، ويبقى في رياضه، لازم يكون في رياضه. انتوا بس تخانقوا احنا على الهواء. عندك جديد الفتره اللي جايه؟ ممكن ارد على السؤال ده وبعدين نكمل خناق. حاضر يا حبيبي، حاضر. عودة البارون ده هينزل قريبا ان شاء الله، في اعتقد في 23. صورت فاضلي يومين او 3 ايام تصوير في حكايات الماميز مع الفنانه الجميله دينا فؤاد. وعندي هيبقى جروب ماميز ولا حكايات الماميز؟ وعندي مسلسل اسمه السجل الاسود، ده بدانا تصويره 30 حلقه ان شاء الله على احد المنصات. السجل الاسود ليك الله رايح بالبلط اللي انت لابسه ده. يلا يلا. انا عايز